بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا صغار ونحن نعيش في مجتمعنا الصغير نتذكر فيه صفات حميدة يوشك أن تختفي اليوم جميعها، بل وقد حلت محلها الصفات القبيحة للأسف الشديد. فقد كانت المحبة والرحمة والوقار والتعاون متبادلا بين أفراده، وكان الناس كالجسد الواحد، إذا فرح الفرد منهم فرح الجميع، فرح الجميع، وإذا حزن حزن الفرد حزن الجميع. كانوا يتقاسمون المناسبات فرحا ومأتما، كانوا يتبادلون الزيارات ويصلون الأرحام ويعودون المرضى ويشيعون الجنائز ويتهادون ويتسابقون في فعل الخيرات. لقد كانت أبواب بيوت أهل الدواوير مفتوحة دائما أمام بعضهم بعضا، يعطون الحليب واللبن لمن ليس له بقر، ويعطون الخضروات والفواكه بلا مال ولا من. هكذا كانوا يتداوون بالطب البديل، ويجبرون الكثير بالقصب، ويعالجون المريض بالتجارب وبما توفر. كانوا لا يذكر السارق في الدواوير، ولا تقع عندهم السرقة، ولا يظلم فيها أحد إلا نادرا. كانت المرأة تعين زوجها ولا تهان، بل كانت ملكة في بيتها وبين أولادها. اليتامى والأرامل كانوا يعيشون تحت كفالة أجدادهم وأعمامهم ولا يشعرون بفقد أبيهم. كان الشباب يتزوجون بدون توثيق وفي سن مبكرة، ولا عنوسة عندهم تذكر ولا طلاق، وكانت حقوق الوالدين تحفظ وتؤدى، فلم يكن هناك عقوق. وكان الكبار يشفقون على الصغار ويعلمونهم القرآن في المساجد، ويحفظونهم القرآن في المساجد، ويدفعون الشرط للإمام المذرر لأطفالهم. وكان أفراد الأسرة يجتمعون على المائدة أثناء الغداء والعشاء، كان الجميع يرتدون ألبسة الحشمة والوقار مع قلتها. كانوا يعيشون حياة خالية من الماديات، وبذلك كانوا بعيدين عن الأمراض النفسية. لم يكن الطعام يشغل أذهانهم، فأي طعام يوضع أمام أحدهم يأكل منه ويشكر الله عز وجل. وكانت الأسرة غالبا ما تأكل اللحم مرة واحدة في الأسبوع، ويسمون ذلك التوزيعة. كان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لازما في كل بيت، وكان الناس ينتظرون شهر رمضان الكريم بحب، وإذا ما بلغوه فإنهم كانوا يصومونه بفرح وسرور. وكانت المساجد تغص بالمصلين في البوادي، ويحترمون الإمام ويقدسون المساجد. كانت النساء الأصيلات يلبسن الحايك ويغطين الجسد كله، ولا يظهرن إلا عين واحدة. كان الرجال يغارون على نسائهم، ولا ترى أي امرأة تخالط الرجال في السوق. وكانوا يفرحون يوم عيد الفطر وثلاثة أيام من عيد الأضحى، فالكل يتزاور في تلك الأيام ويأكلون طعام بعضهم بعضا ولحم الأضحيات. كانوا يفضلون حملة القرآن على سائر الناس، وكانوا يهتمون بالوقف في سبيل الله وبناء المساجد. كانوا ذا عزة يحاربون ببسالة من يعتدي على أرضهم ويحتلها. أما اليوم زمن الأوبئة والأمراض، فهو زمن الفتن والمصائب، وكأننا في سفينة تكاد أن تغرق. أمراض وأوبئة في كل مكان، والفوضى الخلقية نراها ليلا ونهارا. الجشع باد على الصغار والكبار إلا ما رحم ربي، وعدم الاحترام تلمسه في كل مكان. الحرام صار وكأنه حلال عند الكثيرين، الاستيلاء على أرض الغير وكأنه مباح، الجار للجار أعداء وألداء. ما تفعله ينافسك فيه جارك، تفتح متجرا فيأتي الجار فيفتح مثله.
الأرحام بينهم تقاطع، الطلاق موضة هذا العصر، العنوسة في تصاعد، الكبير يتزوج الصغيرة والصغير يتزوج بغرض المال، الإسراف والتبذير في بيوت الأغنياء والأثرياء ظاهر، أغلب الناس لا يعرفون شرع الله ولا يقرؤون القرآن. نتيجة لهذا الحال، لهذا الحال المحزن، جفت منابع الحياة لثقافتنا الإسلامية التي تغذي الأجيال والنفوس والقلوب، وبذلك اختفت درايتنا بالعادات الحسنة التي كان عليها آباؤنا وأجدادنا، وضاعت أخلاقنا، وأصبح الجيل برمته يسعى وراء التقاليد العمياء وأنكر لباسه ومشيته وعاداته. ولننجو من هذه الكوارث علينا أن نغير طريقة حياتنا. كفانا بطر وجشع، كفانا بعدا عن الله، علينا أن نعود إلى ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا من قبل. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.